قراءة سريانية للقرآن مع أبونا دانيال شمعون. سوف نكمل قراءة التوبة بداية من الآية 30. 30 إلى طيب. وقالت اليهود عزيز عزير ابن الله. نص أستاذ سامي. منيح اللي نبهت، أنا ما انتبهت. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. يضاهون، طيب، يضاهون قول الذين من قبل، قاتلهم الله، أنا يؤفكون، يؤفكون. هلا إيش عزير هذا؟ عزير قول الله، هذا عليها نقاش. عزير في العبرية هو عزرة، هو كاهن، كاتب يهودي، قاد قرابة، كان أيوة هذا هيك. في باب العزرة الكتب هذه. أيوة أيوة، الحاصل عليها حوار كبير، من هو هذا الشخص؟ أنا ما في كلام هنا. ما في يعني عزير يهود، ما قالوا يهود أن عزير ابن الله. أبونا في مجموعة أسطورة. كانت تعتبر عزير إله أو مثل هيك، في فرق يهودية. أيوة أيوة أيوة. طيب وين هاي؟ على كل أها كما هو الأمر خصوصا في صلبي. طيب على كل، أنا هرجع بعدين، برجع أظن هناك فرقة سامرية كانت تعتبره إنه ابن الله مثل هيك، ما أعرف بالتمام، أنا برجع له بعدين، ما دخلنا فيها، ما فيها كلام. مو مشكلة. بس اللي يهمني هو يضاهون، يضاهون قول، يعني يضاهون يعني يقلدون. ضاه قلد معروف العبارة. طيب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. أربابا هو أرباب إلى آلهة، أرباب رب يعني أصحاب. هل هذا أربابا تعني آلهة؟ لا، رب ماريا هي، نحن المسيحيين يعني اللي لما نتكلموا عربي من السرياني، ماريا عملوا رب ماريا. ماريا هي مارا يعني الصاحب، مالك، مالك ويوم الدين، هي هاي مالك. طيب أنا أشوف لك هنا كيف يفهموها. أرباب هنا 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 آه لورد ماستر. أيوة سادة سادة. سادة أيوة. لأن المسيح لا تسموني رابي. سيد. كلام سيد. المسيح مش هيك؟ مش هيك؟ أيوة. كلام المسيح لا تسموني رابي. مش هيك؟ لا المسيح ما قال لا تسموا. لا. أيوة لا تسموا أيوة. أرباب أو حتى أب. حتى فربكم أب. واحد. فربكم أيوة واحد. ربكم واحد ولا تسموا أب. آباء لأن أبوكم واحد السماوي وهيك. رب لأن معلمكم واحد. معلمكم واحد. هلا بالسرياني لا تسموا راب، يعني لا تسموا معلم لأنه معلمكم واحد وهو الله. أيوة رابي. هلا في ال في ال في ال في البشتة راب هو راب. راب. رابي. خلص ما لا استبعد ما دامنا يا رابي استاذ سيد. ايوه خلص يا رب. هذا معلم. ومارا وماريا هذه يعني صاحب مالك. ايوه مالك يوم راب. انا عايز ايوه فقط يا راب نقول مارد علمه يعني. أيوة. رب العالمين بالضبط هي رب العالمين اخذها من مارد علمه. ايوه فهمت. مارد أيوة. علمه ايوه يريدون. احنا كثير من صلواتنا ايضا تختتم بمارد علمه آوى وورا وروح القدس يا رب العالمين الاب والابن والروح القدس. اوكي
أوكي حلو جدا. هلا أنا نرجع للسرياني، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هاي تذكر كثير، والذي هذا يذكروا دائما في تعليقاتهم على ضدي أنا، والذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هاي على الدين كله يعني كل الأديان، هاي مهمة لأنه هاي تتكرر هذه العبارة ايوه تتكرر. كثير تتكرر، ولو كره المشركون، يعني يظهره يعني ينصره على كل الأديان. تمام. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. قيم هو المستقيم، يعني القيم هو المستقيم. فلا تظلموا فيهم أنفسكم، هو مش فيهن، فيها فيها شيء أربعة فيها 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 خطأ فيها منيح. السرياني، تأثير السرياني، لأنه ما قلنا هي كم مرة قلناها، أيوة فيها السرياني، ما في فرق بين الجامد والهادي في الضمائر فيها. سبب السر يعني لا فرق بين ضمائر الجماد والعاقل. أيوة العاقل. طيب، وقاتلوا المشركين كافة كافة، يعني كلكم، هو يفهم كافين كافة يعني مانعين صادين، كما يقاتلونكم كافة، قاتلون كافة كما يقاتلونك كافة. هو فهمت كافين كافة يعني صد مانعين صادين. واعلموا أن الله مع المتقين. كلمة كافة معروفة بالعربي، بس يعني ربما أنه هو يفهمها طريقة أخرى كما يظهر. قاتل المشركين كافة، كافة يعني جميعا بهذا المعنى. طب أنا هشوف لك إياها أمه إزاي فهموها. كافة، قاتل المشركين كافة جميعا، هذه جاءت عدة مرات أبونا، جاءت عدة جميعا، مو ضرورة المعنى اللي صد كافة. يعني احنا نقول كف شرك عنه، يعني ابعد شرك عنه، هذا موجود، بس كافة تعني جميع، مو ضرورة يعني ناخذها بالمعنى هذا، مش هيك ولا؟ ليش نعقد الأمور؟ إيه ولو موجودة يعني كف بالسرياني، كف يعني قمع أغضع كافة قهرة. يعني وقاتل المشركين كافة 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 كما يقاتلونكم كافة. أيوة. طيب، كما يقاتلون كافة، واعلموا أن الله مع أبونا بالشريعة الإسلامية يفرقون بين فرض عين وفرض كفاية. فهم علي؟ على كل لا ندخل في المواضيع هذول. كفاية شو معنى يعني؟ ما أيوة. فرض عين يعني كل شخص مطلوب منه،
وفرض كفاية يعني اللي يكفي. يعني مثلا في مدينة يجب أن يكون فيها طبيب واجب، وإذا ما فيها طبيب كل المدينة تأسم. لكن هذا مش مطلوب إنه كل واحد يكون طبيب، فهي هذا فرض كفاية. ما يكفي يعني. أيوة فرض كفاية. أما الفرض العين يعني مثلا الصلاة هي فرض عين مش فرض كفاية. الجميع. كل واحد لازم يصلي. أيوة أيوة. يعني إذا 10 صلوا الآخرين ما يقدروا يقعدوا، في ناس يصلوا هيك. نعم. فهمت علي؟ إيه. أو مثلا بتشوف واحد يغرق. إيه. لازم واحد يطلعه. إيه. من الغرق. هذا فرض كفاية. مو كلهم يقعوا عليه بشان. أيوة صح صح. صح. فهمت علي؟ فهم يفرقوا بين الفرض الكفاية وفرض العين. حلو. فقط مشان أوضح لك، هذا أستاذ أصول الشريعة اللي بيكلمك. شكرا. أيوة 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 أيوة. كنت تعرف التفريق بين هاتين؟ لا ما كنت. شوف مع فقط شو اسمه هذا أصول الشريعة. نعم نعم. أصول الشريعة كثير يعني بس ما كنت. ما تعير له اهتمام. صحيح. واضح واضح. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. يحلونه عاما وحرمها عاما، يوطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هذا شهر النسية. تعرف عليه مشكلة كثيرة هاي، في كثير. بس أنا قرأت البارحة أبونا وحدي عراقية ذكرت في موقعها، تقول إنه هذه الآية هي عندي هنا، هنا تقول أعطيك إياها هنا، ضع هنا القراءة العبرية للقرآن. إنما النسيء زيادة، هذه الآية هي ترجمة حرفية للرسالة التي بعث بها يوليوس قيصر سنة 46 قبل الميلاد إلى بطليموس في مصر، ليأمر القائمين بمرصد الإسكندرية بسن تقويم شمسي جديد بديلا للتقويم القمري الروماني، حيث يكون مطابقا تماما للتقويم الشيشناكي معرفش، وهذا لسد الطريق أمام رجال الدين في روما حيث كانوا يضيفون شهرا متى شاء، زعما منهم أنه يعدل الحسابات لتتوافق الشهور مع المواسم، ولكن الغرض هو إطالة في عهد أعضاء السنة أو تقصيرها بألفاء. تم اعتباره حسابا رسميا منذ عام 45 قبل الميلاد إلى أن اعترق قسطنطين المسيحية واعتبر بداية التقويم هو ميلاد المسيح، ثم جاء البابا غيريلوس وأخر التقويم ب 13 يوم، ما جعل الكنيسة العربية تنفصل عن الشرق وتحتفل بميلاد المسيح يوم 24 سمر بينما رأس السنة يوم 31، وبقيت الكنيسة الشرقية على حساب اليوناني القديم تحتفل بميلاد المسيح بيوم 6 يناير بينما رأس السنة 12 يناير. أما المسلمون فقد تاهوا في هذا النص ولم يعلموا أن التخلي عن النسيء في الحساب القمري هو تضييع لكل التاريخ مواعيد مواسم كل شيء. بس هاي غريبة، أنا ما عندي إيه. هذه غلط مسكينة، ما تعرف أنه مو هيك الجسمة القضية. ال 13 يوم مو 10 أيام فقط، لكن ازدادت بعدين كل 129 سنة يزداد يوم الفرق بين الحساب القديم اليولياني والحساب الجديد الغريغوري. تمام ليش؟ لأنه 11 دقيقة و49 ثانية كل سنة الحساب اليولياني يتأخر عن الحساب الغريغوري، فهي كل 129 سنة يضاف إلى يوم. وقت لما البابا هذا سنة 1580 كان اللي عمل قبل من الفلكيين، هم الفلكيين خاصة ألمان هم الذين لاحظوا هالشي هذا قبل اللي 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 قال هالشي هذا، أنا كاتبه عندي أسمائهم كلهم، اللي قال هالشي كان واحد فلكي ألماني بعدين قتلوه
قتلوه المسيحيين، قالوا هذا هو ضد الكتاب المقدس، شلون يقول هيك؟ تقويم هذه مسكين. بس بعدين 100 سنة بعدها يلا قاموا كثير من الفلكيين وشافوا وهذه، قالوا كان له حق. فذاك الوقت شاع هالشيء هذا، فالبابا قال أوكي خلينا نعمل لجنة، عملوا لجنة من الفلكيين ومن بعض اللاهوتيين يبحثوا الموضوع ويقدموا تقريرهم. فبالفعل قدموا تقرير، قالوا لا صحيح إحنا متأخرين، وحسبوا من يوم اللي بي حسبوا ميلاد المسيح، يعني عدوا المسيحية وانتشار المسيحية، شافوا أنه كانت 1580 سنة، قالوا ضربوها في 11 دقيقة و49 ثانية، طلعت 10 أيام. فالبابا قال 10 أيام قدم التقويم. أيوة 10 أيام مو 13. ولكن ليش اليوم 13 الفرق؟ لأنه زادت 3 أيام أخرى من ذاك الوقت. أيوة اليوم. لأنه كل 129 سنة تزداد. لا بس أنا سنة أنا كاتبه مرة في فيسبوك أيضا في هذه، مسوي محاضرات كثير عليها، أنه في سنة راح تجي بعد ما أعرف كم سنة يكون 14 يوم. يعني معناته الميلاد راح يكون مو 7 الميلاد الشرقي، إنما 8 كانون الثاني. أيوة. فهيك هاي مشكلة. بس هاي ما تعرف. بس عجب النسيء، هذا الشهر النسيء شو علاقته مع هذا الشيء؟ هاي ما فهمته أنا. أيوة أنا أحكي لك. أنا عايز أفهم سؤالين أبونا. هل أنت الكنيسة الشرقية اللي أنت تتبعها المشرق، هل هي تتبع عيد الميلاد حسب الكنيسة الكاثوليكية أم تعقم؟ اليوم من سنة 1963 غيرت. إلى 1963 نحن كنا نتبع التقويم الشرقي القديم، يعني اليولياني، يوليوس سوان ويوليوس قيصر. بعدين من سنة 1963 قرر المجمع الكنسي أنه نتبع نحن، لأنه ليش؟ لأن أكثرية شعبنا صار في الغرب يعيش في أمريكا وآي. أيوة. فلازم يتبقى نتبع أكثرية العالم الغربي اللي هو يتبعون. ما له علاقة بالدين. أنا كاتب كثير لأنه في عندنا كثير متعصبين، عندنا من المتدينين أو من القوميين اللي يقول لا هذا أصح هو القديم، لا هذا أصح. لا القديم له علاقة بإيماننا المسيحي ولا له علاقة بقوميتنا الأشورية. هي موضوع فلك، مسألة علم. لا بس أنا يهمني، أنا اللي يهمني بهذا الأمر هو رسالة اللي بعثها يوليوس إلى بطليموس في مصر. ليأمر القمين بمرصد الإسكندرية بسنة تقويم شمسي جديد. هو هذا يولياني، هذا القديم اللي نسمينه. أيوة. وهذا الشرق. أيوة. بس هو لأنه قال، لأنه كانوا يضيفوا شهر لكل سنة. يعني هذا النسيء مو من العرب فقط، لكن هم. هذا اللي يقول، هذا اللي تقول. هذا هي اللي تقول. فأنا لهيك أنا حبيت أناقش الأمر معه. نعم. فهم علي القصة كيف؟ أنا أفهمها كيف؟ بس هذا النسيء كان زين لهم، لأنه اللي يتبعون القمري. لأنه أنت تعرف أنه 11 يوم فرق بين القمري والشمسي. أيوة. وكل سنة 11 يوم يتقدم القمري على الشمسي، يعني يجي قبل. فكان يضيفوه كل كم سنة، يعملوا شهر واحد يضيفوه إلى شهر، حتى مو لا تتغير مواسم الزراعة والحصاد. لأنه كان أيوة. فقال أنه أيوة تفضل. خليهم هم ردوا، هم ردوا، أنا معلي. نعم. لكن يقول ليش أنا قاري عنه، يقول محمد ليش بطلوا؟ لأن محمد ما كان يزرع ويحصد ولا كان يتبع الزراعة. هذا كلام كان المهم السبي والنهب والهذي وهذا. هذا اللي قلته. بس أنا اللي يهمني إذا فعلا إلها هاي علاقة برسالة يوليوس إلى بطليموس. قبل كان قبل المسيح أيضا. منيح بس حلو، يعني إذا كان فعلا هذه الجملة هي مأخوذة من 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 يوليوس. إيه حلو هاي، يعني هذا يخلينا نعرف أنه كان الرومان أيضا عندهم هذا النسيء قبلا. ليش؟ لأنهم كانوا يتبعون التقويم القمري. واليهود ما زالوا أبونا يتبعون القمري. عجيب. اليهود يزيدون شهر كل 3-4 سنين. يزيدون شهر. هو هذا. أيوة. هو التقويم القديم. القمري. أيوة. فالعرب كانوا يتبعوا القمري ويزيدوا شهر.
لأن أستاذ القديم اليوم نحن لما المسيحيين نقول القديم والحديث نقصد اليولياني والغريغوري يعني أيوة. الشمسي اثنيناتهم شمسيين مو أيوة 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 فهم شمسي. بس هو هنا يوليوس يشير إلى القمري أيوة القمري هناك ذاك الوقت غيروا إلى الشمسي أيوة. والكنائس أيوة. الشرقية تتبع هذا التقويم الشمسي اليولياني. أنا بدي أتحقق إذا هذا الكلام إنه هذا طبعا في شعب المواسم تقصيرة فأنا حأخذ هذه الجملة اللي كتبتها صاحبتنا ليديا سليماني اسمها هي تكون أكيد سريانية بتعيش في باريس كانت تدرس طب حسب علمي بس هي تهتم باللغة العبرية أنا أبعث لك المقالة حول الموضوع شوف أنت بقى. يهمني 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 هذا موضوع النسيء طيب إنما النسيء زيادة في الكفر أيوة يضل به الذين كفروا ليحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوى أعمالهم الله لا يهدي الكافرين بعدين بيقول بعدين شو يقول في آية أخرى تقول إنما الأشهر 12 شهرا عند الله مثل هيك في آية أخرى تقول سلم شو ربما قال يا أيها الذين ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ثاقلتم إلى الأرض ثاقلتم إلى الأرض هذه فيها مشكلة لغوية أبونا ثاقلتم على الأرض مش إلى الأرض على الأرض ثاقلتم الميل إلى الأرض ثاقلتم على الأرض مش إلى الأرض مش مشكلة إلا إذا كانت لغة سريانية تستعمل إلى بدل على بس ما أظن تعرف العبارة بس هل عندي سؤال أنا أوضح لك أبونا سؤالي مش أنا أخفف عليك هل أنتم تستعملوا على بمعنى إلى أو إلى بمعنى على لا على وإلى موجود اثنين نعم على موجود ولم ما عندنا إلى في لم بس لم أوكي خلاص أريحك لأنه بعدين منتو يعني عشان نعرف نتقدم إلا تنفروا يعذبكم إلا يعني هنا يعني هاي أمر إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل واستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير طب منيح يعني إلا تنصروه هذه الآية تنصروه 94 جت هي ناقصة إلا فهو غني عنكم إلا تنصروه وإيش عندك مشكلة هنا في الآية السابقة كنت إلا تنفروا إن لم تنفروا إلا أيوة إن لم تنفروا يعني إلا تنفروا يعني إن لم تنفروا, إن لم تنفروا. أيوة بهذا المعنى وإذا إلا تنفروا إلا أشوف لك إياها إزاي هم فهموها منيح اللي أنت نبهتني أنت منيح اللي استوقفتني إلا إلا نشوف إزاي هم فهموها إلا تنفروا هنا إلا لا هاي غير شيء if not but يعني هنا إلا دو شرط المول إن لا بمعنى إلا إن لا فهمت علي إن لا تنفروا يعذبكم عذابا قبلها كانت يقول أنه إذا نفرتم يعني تنفروا إيش يعني هنشوف الآية اللي قبل نشوف القبل يعني حتى يا أيها الذين أنا آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض يعني حاربوا في سبيل الله قاتلوا
هلم يعني ايوه منيح اللي نبهتني. هلا نفر شو تعني؟ هل عندك كلمة سريانية نفر؟ احنا قاعدين نستعجل. نفر من النفير، نف نفر نف نفر منيح. السرياني شلون هي؟ ايوه نفر اظن هي انفر في البوك، يعني نفخ ربما، انفخ في البوك بشان الحرب. شيء ما اعرف، شوف يمكن شوف نفر، شوف المعنى نفر. انفر الا نفر نخر شبه فزع. طيب فزع انفر فزع انفر بهذا المعنى نفر. بس نفر هيج، تعرف لانه عامه كان الحرب هذا يعني ينفخ في البوق صح مشان يدعو للحرب. ايوه إذان الحرب. ايوه إذان ايوه الحرب. النفير. ايوه النفير. ايوه النفير العام يسموه من كله. يعني نفر فانفر هنا نفر. طيب بس نفر ابونا انا يعني تعرف انا قربها من زفر او صفر انفر الزفير. تعرف الزفير؟ كلمة الزفير. نعم انفر ز ز ز. طيب انا اشوف لك القاموس. نفر انا اظن انها علاقة معها مع البوق، البوق تاع الحرب. فهم علي؟ نفر انا هشوف نفر 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 هنا هاي نفر معناته رفض واضح. نفرت الدابة خافت ممكن. أها طب أنا عندي فكرة أخرى. مش أنفروا أنقروا، نقر في البوق إحنا منقول. نفر انقروا في تعرف في ايه في الايه التوراتيه انقروا في البوق. نقر نقر في البوق يعني هذا اللي استعملوه اليهود بشان هذا. انا هشوف لك العباره هاي نقر في البوق لانه ممكن هاي ممكن هاي نقر أيوة. أنا هشوف لك إياها هنا. طيب نقر في البوق نقر في البوق نقر في البوق انقروا في البوق احنا نقول. أها شوف 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 فإذا نقر في الناقور. هناك عبارة بالقرآن فإذا نكر في الناقور. فهم علي؟ فهنا ربما الكلمة هي انقروا يعني انفخوا في البوق. فإذا نفخ في الصور جاءت هناك بعدين إذا نفخ. فهمت علي؟ فهمت علي كيف؟ انفح موجودة بالسرياني انفح نفخ. أيوة نفخ في الصور في الناقور. فأنا أميل إلى أقول مش أنفروا أنقروا. بس هنا يقول أنفروا يعني يعني هلموا للحرب يعني ما يعني ما هو أنت لما تنقر في البوق مشان تدعو للحرب. أيوة فهمت علي؟ صح أه؟ فلهيك فإذا نكر في الناقور فإذا نفخ في الصور. فيعني أنا ممكن يقول إذن ليس أنفروا ولكن أنكروا.
واضح لك؟ ايوه هلا انقروا في البوك، اظن هنا جئتك في العهد القديم ابونا، انقروا في انقروا في البوك، البوك العهد القديم اجت اظن. وثانية واحدة طيب أنا أشوف أبونا على كل أنا أشوفها إذا بالعهد القديم موجودة هاي. انقروا في البوكي، انظر العهد القديم، انظر العهد القديم، لأنه قد نجد هذه الكلمة مش أنا متأكد إنها مش أنفروا ولكن أنقروا. بس شو معنى النفير؟ نفير النقير، نقير يعني مو نفير، بس هي مشهد نفير صارت نفير. أيوة فهم. هو بالسرياني نقش، نقر مو ما تجيب هالمعنى، نقش تجيب هالمعنى، انقشوا نقش. انت تقول انقشوا. ايوه انقش انقش، ومن هذا تجي ايضا ناقوشة يعني الناقوس. اها ناقوس، ناقوس لانه ينقر، تنقر عليه، تضرب عليه. طيب منيح. عندي سؤال هلا، انا بدور وبلف مشان اعرف الاصل. هلا فعل نفر بس العربي، شو تقولوا بالسرياني؟ نفر للحرب، تقول هل هو فعل نفر ولا نقر؟ ما أظن عندنا بالسرياني بهالمعنى شيء نفر. طيب انت شوف القاموس العربي، القاموس العربي اذا شوف موجود شيء. ايوه لانه لها علاقه ربما مع الجيش، نفر ما بطبعها يا نفر مع الجيش، يا ما مشكله حرب مش هيك؟ نعم صح، نفر 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 من الشيء، إيش ما أزى منه هاي الشيء. هذا واضح، هذا واضح. نفر الحيوان ونفر فر شرد، نفر الحصان نفر غيظا، نفر الفرد من الرجال، النفر جمع سيعتسي صرت النفر. شوف هي هاي قلت لك، شوف بالقاموس العربي السرياني موجود هيك، نفر من الشيء إيش ما أزى منه، فر بالسرياني، اتفير صعيت قاع، وكثير كلمات كواف راح اذقعس كواز قز، كثيرة موجودة بس ولا واحدة منها هي انفر موجودة. انفر فر. طب خليها نفر الحيوان وخوفا سمار، نفر فر شردة فرض، ايوه نفر الحصان فر نور، ايوه ايه. فأما النفر النفير النفير النفر أبونا، شوف كلمة النفير، نفير كلمة نفير، إذا هي بالتسلسل، إذا هي بالمش مش بالجذور نفر. ماكو شوف تنتهي بالنفر، النفر جماعة من الناس، سعتسي صرت ناشين، وبعدين تجي نفس يعني ماكو. طب لا مش هنا أنا أقول نفير. نفير ايوه نفير ايوه، عفارم نفر في هذا حكي نفس كان لازم كان نفير ما فر نفير شو موجودة نفير؟ لا أكيد موجودة نفير الحرب، أيوة أب بحربة نفير البوق صفونيثا شيبورا، مثل ما شيبورا قرنة، القرن لما يفخون بالقرن، أيوة القرون. شيبورا صرفونيا، ايوه صفونيا نفير الحرب، ابو بحربه اوكي ما هو
هو احنا قلنا هنا فإذا نقر في النقور، النقور هنا واضح القرآن يقول فإذا نقر في النقور يعني واضح إن نفر من نفر الشيخ نقر واضح في البوق أو نفخ في البوق، هذه آية قرآنية. أيوة إذا أيوة. نقر في النقور أو نفخ في الصور، شفت. أما النفر لا، لكن أفضل يقول لك أنقروا. أيوة. نفر معنى آخر يعني ينفر شيء يشمئز منه أيوة عفارق عليك أيوة. أيوة لأنه المعنى الأول لنفر هو رفع، هو يعني اشمئز. لهذا أنا عجبت قال إذا نفروا، إذا نفرتم شلون نفرتم يعني أيوة أيوة بعد إذا نفرتم يعني إيه نفرتم. حلو جدا، هذا أظن إحنا حلينا المشكلة أو قربناها لحل. ما لكم قيل لكم انفروا انفروا انقروا انقروا ربما بالضبط انقروا انقروا أظن هي أزبط كيت انفروا انفروا يعني يعني اهرب. انقروا اهرب. لا انقروا يعني ادعوا للحرب. أيوة أما انفروا يعني اهربوا من أيوة أيوة عفارب عليك انفروا هو المعنى العكسي. إيه لهذا أنا يعني شفت غريبة بس قلت يمكن بالقرآن هيك يعني ما إلا هنا واضح إلا يعني إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما هذا واضح هذا واضح نكمل قول إلا تنصروه إن لم تنصروه إن لم يعني تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فانزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هلأ أنا عندي فقط الغار، الغار هو يعني ماذا تعني الغار؟ غار يعني هو تفهم عامة كهف مغارة على أساس أيوة أيوة بس الغار أيضا تعني أبونا الغار معناته أيضا الغابة أو المغار. الغار بجوز إنه هذا مختصر لكلمة المغار، مغار غار مش هيك ولا أنا غلطان؟ ممكن يعني بس بالسرياني لا ما يجوز هاي. بسأل أيوة. بسأل أبونا صح ثلاث مرات طيب الغار إذ هما في الغار هل عندك أنت في الغار معنى لهذه الكلمة؟ أيوة في الغار في الغار في الغار الغار فهمت أبونا هون بي هذا الأفعال هذا الغار في الغار غار في الغار أيوة أنا تفهمنا كيف بالإنجليزي ترجمه كيف أيوة 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 كيف يعني هي مغار إذن مغارة إيه مغارة يعني مغار إيه أنا قلت مغار يعني ليش سوى غار مع غار غار حراء ما يقولون كانوا في غار حراء أيوة تمام إحنا عندنا قرية اسمها مغار إحنا عندنا قرية في فلسطين تسمى المغار يعني اللي فيها مغارات مغارة جمع مغارة مغار أيوة مغار هي عر عر عارة بالسرياني غار أيوة طرفاء طرفاء أثل قوة منعة صوت الغنم والنوق منيح منيح طيب منيح نمر عليها في الغار واضح مغارة فمعرثة معرثة معرثة معرة أيوة انفروا خفافا وثقالا انفروا انفروا
انفروا خفافا، ارجعنا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. طب انا هشوف لك ابونا نفره كم جاءت في القران. ميم نور نفره، نفره نون فا را، نون فا را نفره، نفره جميعا. جت ابونا 18 مره نفره. هذه كمان جت كمان بمعنى النفور، يعني ينفر. فهمت علي؟ كأنهم حمر مستنفرة. مستنفرة يعني نافرة. هائجة. أيوة. أيوة. وإلا بالمعنى الحرب. بالمعنى الحرب جاءت فقط أبونا بمعنى الحرب جاءت 1 2 3 4 5 6 7 8 ثمانية بالحرب. والنفرة يعني يرفض جاءت 10 مرات. الظاهر تستعمل بمعنيين متناقضين تقريبا. تمام. نشوف حل نقرة. نقرة كيف جت؟ نقرة فا كاف كافرة نقرة نقرة. فإذا نقر في النقور هذا واضحة، هي مرة وحيدة استعملت الفعل، وأجت أخرى أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، لا يظلمون نقيرا. نقيرا يعني هو شيء بسيط، نقرة، احنا نقول نقرة، نقرة 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 على كلنا احنا نكمل. فانفروا معناها يعني هلموا. انفخوا في سبوق، انفخوا في البوق. انفخوا بالبوق غير شيء، وهذه هلموا هون يقول انفروا للحرب، يعني روحوا اذهبوا تهيجوا. ايوه معناها تنفروا يعني، بس هنا يعني تكون ناقصة. انفروا خفافا وثقالا، يعني الصغار وكبار. ايوه بس يعني إذا استعملناها أنقروا بتكون ناقصة. أنقروا في البوق خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم. أنفروا. أيوة أنفروا أيوة. طيب شوف أبونا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، المال قبل النفس. نعم. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوا، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم أنهم لكاذبون. هلا عندنا مشكلة أبونا، قاصدا سفرا قاصدا هنا قاصدا فهمت أبونا يعني الواحد ما يقدر يستغني عن طبعتي إذا عايز يفهم القرآن بالحالة هاي. فهمت علي؟ سفرا قاصدا يعني سهلا ميسرا. فاهم؟ قاصدا وسفرا قاصدا إن كان عرضا قريبا، عرضا يعني أو غرضا قريبا، أو يعني شيء أشياء، يعني العرض هو فهم متاع. إذا متاع هو غرض مش عرض. عرضا قريبا مش هيك أبونا؟ يعني عرضا قريبا يعني شيء معروض قريب. يعني هو هي متاع، هو يترجمها بمعنى متاع. المتاع يعني إذا كان غرضا قريبا مش عرضا. صح. ولا مش هيك يكون احنا نقول؟ عرضا انا هشوف غرض، بجوز غرض انا هشوف بعدين كم ما جت كلمة عرض وكم جت غرض، مش هيك؟ نعم. ما هو ابونا انت بتروح تبحث عن شيء في بيت، بدك تبحث عن غرض. نعم صح 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 بالضبط. غرض بالضبط، كان عرض غرضا قريبا. ايوه
طيب هلا قاصدا، مش كلمة قاصدا، هلا قاصدا، هل عندك بالسرياني كلمة ساعدنا؟ لأنه هنا يقول لك قاصدا أبونا سهلا وميسرا. صام. لا ما في عندي، ما في قصد، ما في. طيب نتركها. ولكن بعدت عليهم الشقة، الشقة فهمت أبونا بمعنى المسافة يشق قطعها. عليهم الشقة ولكن يعني ولكن شق عليهم السفر، يعني ولكن بعدت عليهم الشقة. المسافة، ايه المسافة لازم. هاي كلمة مشكلة. هل عندك أبونا بالسرياني كلمة ساعدنا؟ شقة، أيوة شقة، يعني سطلع لك، يعني شقة، شقة تعبة. معناته هي نفس المعنى، نفس المعنى للشقة. هنا أبونا كلمات القرآن، الشقة بعدت عليهم الشقة. طيب الشقة، الشقة هنا أبونا بهذا المعنى جت مرة واحدة أبونا، بهذا المعنى المسافة. يقول المسافة إلى الشام، السفر البعيد، والشقة البعد والناحية يقصدها المسافر. لا 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 ما ترحم، ما ترحم. بس أبونا يظهر يحضرني عبارة، إحنا نقول شق الطريق، يعني فتح طريق. أيوة شق، أي شق. شق، والشق إحنا عندنا كمان في مثل الشق في البتراء هو الانفصال بين الجبلين هذول اللي يمروا فيه عشان نعم. يدخلوا البتراء، الشق. أيوة عليهم الشقة، ولكن بعدت عليهم الشقة. طب المشقة خلاص بعدت، يعني بس كيف بعدت عليهم الشقة؟ أظن هون هي المسافة، يعني الشق الشق شقين، يعني المسافة بينهم وبين الأعداء الشقة. عليهم بعدت عليهم المسافة. أيوة بعدت عليهم الشقة، المسافة. أيوة. المسافة. المسافة بهذا المعنى. المسافة هذا المعنى، ربما أنا أكتبها هيك. بس حسبنا بالله واستطعنا الأخرين، يقولون يحاولون أنه يشوفون الأعضاء. أيوة. عفى الله عنك لما أذنت لهم، لما لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هاي فيها نواقص، مش عايزين ندخل في النواقص. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. واضح واضح. هلا ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فأثبتهم. لكن لا فأثبتهم يعني هنا من البنج. طيب ثبت هنا أبونا فهمت بمعنى تسعين هنا ثبت، نزع الهمة والإرادة،
يعني ثبت عزمه، يقول ثبته يعني نعم. احنا نقول ثبت، بس هل عندك كلمه ثبت بالسرياني؟ انا اليوم طلباتي كثار ابونا على مريح مريح مريح، حلو واحد يشوف. ايه حلو. نتعلم احنا، ما طبعا طبعا طبع. العلم نور. الجهل ظلام. شو يقول، شو يقول صاحبنا هذاك، هذاك القديس افرام، يقول اشتري الذهب والفضة بميزان، اما العلم فمن دون ميزان. احنا يقول، احنا يقول والدتي كان يقول اكسر الميزان وبيع مشايلي، تعرف يعني ما بده يزيد، مشايلي يعني بس يحمل. شيل بس شيل، فاهم علي؟ بدون قياس، شيل بدون قياس، بدون. ايوه ايوه اكسر الميزان وبيع مشايلي ابونا، هذه عباره اظن أظن هي واحدة راحت تشتري من السوق، البياع شافها حلوة راح كسر الميزان قال لها بس احملي. أيوة فهمت علي؟ لكسر والدتي كانت تقول هيك، لكسر الميزان، خليك معك، لكسر الميزان وبيع مشايلي مشايلي مشايلي. وين هذا؟ على كل، انا حشوف الجمله هاي. انا احب كلمه والدتي هاي، يعني ما تقيس، يلا كلها مثل ما يقول، يقول بالفرنسي اللي عايز يسكر لا يعدي الاقداح. صح. لا 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 يعد الأقداح. طيب لو اثبط ماكو بالسرياني، ما في اثبط. هو يقول له انت شربت كم كاس؟ قال كاس كل مرة. ها كاس كل مرة كاس، يعني ما هاي العبارة. ما شربت كاستين مع سوا، شربت كاس مرة واحدة، مرة واحدة واحد. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. خبالا هو فهمها أبونا، فهمها إحنا لازم نتقدم، فبنحمس برضو ثقافة عامة، إحنا بنتثقف. خبالا نقصانا وفسادا يورث الاضطراب. أنا بقول مخبل مش هيك؟ مخبل يعني يهبلوكم. نعم، وبالسرياني يعني فساد، يعني خراب. أيوة فساد، أيوة. الكلمة بالسرياني هي حبل. بل حبل بل حبل حبل لا حبل حبل شو يعني تعني؟ يعني فسد، فسد فسد و لهيك ربما حبلت المرأة يعني فسدت. أيضا لا، بس ما نقول نحن حبلت المرأة، للمخاض نسميه حبلة، المخاض حبلة يعني آلام الولادة، المخاض هي حولة، حبلة حبلة. حبل يعني فسد خربة أو خربانة، خربانة قصة خربانة تخرب المسألة. احنا يقولوا مخبل يعني مجنون فاسد عقل، مسألة خربانة يعني يعني عقله فاسد. ايه ايه نشد بنحبلي. طيب نكمل الآية، نكمل الآية وبعدين منها حبالة، حوالة، حبالة مفسد، متلف، مفترس، بلا مبسوط. طيب احنا لازم نعرف وين نوقف، لانه مش ممكن تلف لك خراب دمار، مش ممكن ضلع كراها رذالة حبالة. طيب
احنا هنوقف بعد هذه الآية، لأنه طيب لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم. خلالكم هاي الكلمة، أوضعوا خلالكم، لا لا أوضعوا خلالكم، ولا شو خلالكم؟ خلالكم طيب، خلالكم أوضعوا خلالكم. طيب هلا نشوف هاي العبارة، هاي العبارة يظهر عليها فيها مشكلة. خلالكم، خلالكم والأوضعوا، طيب والأوضعوا هنا الأوضعوا، لأوضعوا خلالكم. 91 أوضعوا، نكسروا فيها، أوضعوا أسرعوا. شوف أوضعوا فهمك بمعنى أسرعوا. خلالكم يعني خلالكم يعني أسرعوا داخلكم، خلالكم بهذا المعنى، من بينكم يعني بيناتكم. أيوة أيوة أيوة. أنا هشوف الكلمة هاي خبال، هشوف شو كيف فهموا الكلمات هذول مشان هون علينا نعرف نكمل شوي. بعد هذه هذه الآية سنتوقف إخواني. أيوة خبالا، خبالا هاي الآية 47. طيب خبالا، خبالا، خبالا الآية. طيب الآية هنا قل أوضعوا خلالكم، يعني يقول أوضع أي أسرع بينكم بالمشي وبالنميمة، أسرع، لأسرع السير بينكم بالنميمة والبغضاء. لأوضعوا، أوضعوا، شفت علي كيف كلمة أوضعوا؟ بس شوف هو شلون كريستوف شلون عمل، قال قصدوا نووا. ترى حرفية من السرياني قصدوا نووا، لأوضعوا، حاطين بمخهم، بمخهم حاطين بمخهم نووا، يعني نووا ناوين ينوون. أيوة لأوضعوا، أيوة لأوضعوا، يعني وضعوا في نيتهم في دماغهم. أيوة لا لا وضعوا خلالكم، لأوضعوا يعني وضعوا بمعنى وضعوا، لأوضعوا وضعوا في قصدهم، قصدوا أنه خلالكم يعني بيناتكم. أيوة يعني حتى يزرعون فتنة، يبغونكم وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين. واضح الأمر، واضح الأمر. أبونا احنا هنوقف هون. نعم. هاي لأنه بعدين وإلا حطيل علينا الحسبي. هي نعم هاي يراد لكثير، هاي سورة التوبة حقيقة من السور الصعبة، هي من الصعبة نعم المتعبة. لكن مو مشكلة، لأنه الحلقة القادمة حنكون منتهين من كل القرآن. صح صح، الحلقة القادمة حتى الصورة الأخيرة حنقرأها، لأن هي 4-5 كلمات. نعم. هنخلص منها. هي كم آية هي؟ يمكن يرادنا فتح حلقتين إن شاء الله. إيه عليك، لا هي أظن بكرة نخلص منها، بكرة نخلص منها، مو كلها بالصعوبة هاي عليك، مهما كان حتى يوم زيادة يوم ناقص مو هذا. نعم نعم نعم، المهم نمر على كل هذه وقدر. أيوة. المستطاع ما نخرب البضاعة فقط علشان عايزين نستعجل. نعم لازم كل شيء نعطيه حقه. أنا أشكركم على المشاهدة، تابعوا الحلقات، اشتركوا في القناة، اعطونا ملاحظاتكم، فعلوا الجرس حتى تصلكم الأشرطة القادمة. شكرا لأبونا شمعون. شكرا لك أستاذي. أتمنى لكم جميعا ليلة سعيدة، مثل ما بقول إخواننا السريان، رمشة بريخة، ليلة سعيدة بريخة. أوكي، باي باي أبونا، باي باي، سلام.